إذن بشأن التصريح الصحفي الذي أصدره قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق بخصوص قتل شخصين من عشيرة الجنابيين في محافظة بابل، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني أصدرتم في قسم الإعلام في الهيئة تصريحا صحفيا يخص مقتل شخصين من عشيرة الجنابيين في محافظة بابل. بداية، يعني كيف تنظرون لتلك الانتهاكات بعد أن أصبحت ظاهرة تتكرر على فترات متقاربة؟ كيف ترون هذا الأمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. للأسف يعني تصاعد مثل هذه الانتهاكات يدلل على استفحال هذا الأمر الخطير جدا، وهي قضية ملف انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه الجريمة تحديدا التي أصدرنا بها هذا التصريح الصحفي هي جريمة حقيقة متعددة الجوانب، فمن جانب هي تدلل على حجم هذا هذه الانتهاكات وانفلات السلاح وتغول الميليشيات، ومن جانب آخر تبرز الوجه الطائفي لهذه الميليشيات ومن ورائها الحكومة التي تتستر وتعطي غطاء سياسيا وقانونيا وأمنيا لمثل هذه العصابات الإجرامية، كما أنها تعكس جانب من جوانب المشاريع الطائفية والمشاريع الخارجية، لأن هذا كله يصب في صالح مشروع إيران في عدة مناطق، وهو التهجير القسري لأهالي مناطق معينة وتغيير الطبيعة السكانية لها. دكتور عبد الحميد، يعني كيف تفسر هذا التطور في ارتكاب الميليشيات لجرائمها؟ يعني أقصد بذلك القتل ذبحا أمام المرة وفي وضح النهار. يعني أمر طبيعي لما يأمن هؤلاء العقوبة ويأمنون من المحاسبة ويرون أن هنالك ضوءا أخضر وهنالك من يؤيدهم ويحميهم، فلذلك هذا التغول وهذا الاستشراء لهذه الجرائم تتطور. لم يكن هنالك عقوبة، لم يكن هنالك قانون يحاسب المجرم ويحمي الأبرياء، فإن مثل هؤلاء يرتعون وربما تتزايد وتتصاعد هذه الانتهاكات. وهنا القضية، بما أن هذه الجرائم، هذه الانتهاكات باتت لها مثل هذا البعد وهذه الحجم، يعني الآن هذه تتغول وتستفحل كما ونوعا، ويعجز القانون المحلي أو كما يقال القضاء المحلي من وقف مثل هذه الانتهاكات واستعادة الحقوق لأهلها، فلا بد هنا من التدخل الأممي، أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في حماية حقوق الإنسان كما هو معروف وكما هو من مهام لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. دكتور عبد الحميد، يعني شهود عيان وذوي المقدورين أكدوا أن المزرة ارتكبها عدد من أفراد ميليشيا العصائب. طيب، هنا السؤال، إذا كان الجنات معروفين للجميع، لماذا لا تقوم القوات الأمنية باعتقالهم إذن؟ لأنه هذه القضية ليست مثل هذه الجريمة فقط فحسب، بل العديد من الجرائم والانتهاكات هو اندماج هذه الميليشيات وسيطرتها. الكلمة الأولى اليوم للميليشيات على فوق الأجهزة الأمنية الرسمية، ولا ننسى أن الكثير من الأجهزة الأمنية الرسمية هي مكونة من هذه الميليشيات، فهذا التداخل وهذه السيطرة والكلمة الأولى لهم هذا يعني ينذر بأمر خطير جدا، وهو الانفلات، وأنه لم يعد هنالك في العراق قانون يحتمي به، لأنه في العادة أو في الأساس أن الإنسان أن الناس يحتمون بالقانون، فإذا كان القانون هو الذي أداة أصبح وربما أداة قوية بيد هذه الأجهزة الميليشياوية، فلذلك لا أمان ولا أمن للناس. بل نحن رأينا في انتهاكات سابقة كيف أن هذه الأجهزة الميليشياوية ترتكب انتهاكات ضد ما يسمى بالأجهزة الأمنية الرسمية الحكومية، فهذا يدلل على هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد العراق بجملته. دكتور، تعتقد أن يعني موضوع سياسة الإفلات من العقاب هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد، وبالتالي يعني جعلت الميليشيات تتمادى في قتل المدنيين دون خوف من العقاب؟ ليس فقط إفلات من العقاب، بل رأينا أن بعض هؤلاء المجرمين يكرمون ويوضعون في مناصب رسمية وسياسية أحيانا، يعني فضلا عن
المناصب الأمنية بعض هؤلاء المجرمين من هذه الميليشيات من سجله معروف ومليء بالجرائم والانتهاكات، انتهاكات موثقة بالصوت وبالصورة وموثقة من قبلهم هم من الميليشيات. هؤلاء المجرمون رأيناهم يكرمون ويكافؤون بمناصب سياسية ومناصب أمنية ومناصب اقتصادية ربما وغير ذلك، وهذا كله نوع من أنواع التشجيع لاستمرار هؤلاء المجرمين وحث للمجرمين الصغار لأن يسيروا على درب الانتهاكات والجرائم هذه. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.